محاضرتنا اليوم إن شاء الله عن الشوك، وكثير حكينا أو جبنا أو تطرقنا لموضوع الشوك في محاضراتنا. حكينا شو تعريف الشوك، شو تعريف الشوك؟ حظك جنة. اقرأوا لي الموجود في السلايد. Clinical manifestation of decay, tissue inadequate perfusion لمين؟ للفيتال أورغانز. حكينا أكثر من مرة هاي هي تعريف الشوك. فمش واحد يصير يحكي لي والله الشوك هي الصدمة العصبية، لا مش هاي بقصد فيها. الشوك دائما لما تسمع كلمة شوك احنا بنقصد فيها قلة البيرفيوجن للفيتال أورغانز. والفيتال أورغانز مين هما؟ برين. احفظوا الثلاث أهم إشي اللي دائما بتنازعوا مين الأهم، البرين، الهارت، اللنجز، هذول أهم ثلاث. في كمان غيرهم مهمين اللي هم الكيدني والليفرز. فالشوك زي ما حكينا كتعريف شو حكينا هو إنه inadequate tissue perfusion خصوصا لمين؟ للvital organs. أصلا هسا كمان شوي لما نيجي للcompensation أو compensatory mechanism رح نعرف إنه الinvital organs، الorgans المش ضرورية، الجسم ببطل يودي لهم دم. وين بصير يودي الدم؟ على الفيتال اورجانز. فهون احنا لما نقصد inadequate tissue perfusion نقصد فيها للفيتال اورجانز. هل هاي المشكله سيريس؟ خطيره جدا، لايف ثريتنينج، جنرال لايف ثريتنينج سيتويشن. بصير في عندنا مال ديستريبيوشن للبلد، وهي المانيفيستاشن واحد من اشهر الانواع. بصير عندنا مال ديستريبيوشن للبلد، فبالتالي هذا كلياته راح يصير inadequate perfusion. وإذا ما صار في عنا perfusion من الفيتال أورغانز، شو راح تنحرم الفيتال أورغانز؟ من الأكسجين، ماشي. وهذا احنا بنسميه تيشو دايسوكسيا. دايسوكسيا معناها inability to utilize الO2. أنا بتنفس عادي لكن ما في أكسجين واصل لي للتيشو، فبنسميها دايسوكسيا. هسه المشكلة لما قلنا أو الميكانيزم مرة ثانية ما فيش عندي بيرفيوجن، فبالتالي ما في عندي O2 بيوصل للتشو. غير الO2 ما بيوصل نيوتريانس، وأهمها مين؟ الجلوكوز. ومين أكثر أورغان بيعتمد على الجلوكوز؟ البرين. وكمان بنفس الوقت في عندي إيش؟ accumulation of waste products. كمان الجسم أو الأورغانز ما بتتخلص من الويست برودكتس الموجودة فيها. فاحنا لما نحرم هذا الاورجان او البادي من الاو 2 شو بتتحول الميتابوليزم من ايروبيك لايش؟ ان ايروبيك. الايروبيك اللي بتطلع لنا الاي تي بي، ان ايروبيك بتطلع اي تي بي بالاضافه لايش؟ لاكتيك اسيد. تمام. ليش بتصير هاي؟ لانه ما في عندي، ما في بكون في عندي او 2. غير هيك بتكون بتراكم عند اللاكتيك أسيد أو اللاكتيت، تتراكم عندنا الهيدروجين، الأيونز، inorganic phosphates. وهاي كلياتها إيش؟ عبارة عن هاي المواد اللي حكيناها، لاكتيت، هيدروجين، وال inorganic phosphate أو الفوسفاتيك أسيد. هاي كلياتها عبارة عن أسيد. يعني patients راح يخش بحالة respiratory acidosis، metabolic acidosis، respiratory acidosis، تراكم CO2. لكن اما في CO2 في الموضوع لا. هسه بنيجي لكل بتختلف حسب النوع. فهسه هاي لما يصير احنا عندنا acidosis وما فيش اكسجين، مين اول اشي بتضرر في الخليه؟ ميتوكوندريا. شو وظيفتها؟ طلع ال ATP، طلع طاقه. ما في ميتوكوندريا جوات خلية، هاي الخلية شو بتصير؟ غير صالحة للاستعمال. فلازم تخضع لإيش بنسميه أبوبتوسس. أبوبتوسس شو معناها؟ إنه خلص هاي الخلية جهز لي إياها أوديها للسكراب، أوديها للسبلين عشان يعملها ديستركشن. فهاي معناها programmed cellular death. إحنا بنحكي هسا على cellular level، لكن كمان شوي إذا استمرت المشكلة شو بتصير؟ على التشو، على الأورجان. احنا ما بنحكي اورجان واحد، احنا بنحكي مالتي سيستم اورجان فيلير.
يعني كثير في organs راح تتضرر ويصير فيها failure ويموتوا. طبعاً باللون الأزرق ليش حطيت اللون الأزرق؟ لأنه هذا الزيادة اللي أنا ضفتها. بالشوك ما بعتمد بس على ال vital signs. إحنا هنا أول شيء لازم نطلع على ال cause، نطلع على ال manifestation، ال sign وال symptoms، وكمان نعتمد على ال vital signs. هم ضروريات، يعني مش ضروريات، لكن لحالهم ما بيقدروا يعطونا شو السبب تاع الشوك أو يحكونا فعلاً إنه patients في شوك. إحنا بنعتمد على أشياء ثانية زي pulse oximeter، APGs، CVB. إيش هو CVB؟ Central Venous Pressure. معظم الشوكس، أو بديش أقول معظم الشوكس، ممكن من الشوكس تكون مصاحبة إلها Systemic Inflammatory Response Syndrome، وأمثل عليها Septic Shock، Anaphylactic شوكس. هذول الثنتين من أهم الأشياء اللي بتصاحب بها Systemic Inflammatory Response Syndrome. Mechanism of the shock، قديش هي سهلة، راح أحاول أبسطها قدر الإمكان. أول شيء في عندنا إحنا إيش؟ Impaired Cellular Metabolism بسبب قلة البيرفيوجن، وما في عندي أكسجين يوز، وقلنا ما في نيوترينتس، ما فيش عندي جلوكوز، تمام؟ هسا إذا ما في عندي تيشو بيرفيوجن، في الغالب البيشنت ساب تلاقي سببها فيزو دايليشن، أو بيكون سببها هايبوفوليميا. هايبوفوليميا زي حالات الدياريا، فوميتينج، حالات الهيموريج، والفيزو دايليشن ممكن تكون بسبب كارديوجينيك شوك، انافيلاكتيك شوك، سيبتيك شوك، نيوروجينيك شوك، وكمان ديكريس كاردك اوتبوت زي في حالات كارديوجينيك شوك. هاي كلها راح تقلل من التيشو بيرفيوجن. قلنا اذا ما في اكسجين راح نتحول الموضوع لايش؟ ان ايروبيك ميتابوليزم. ما في عندي اي تي بي، الصوديوم راح يفوت جوات الخلايا والبوتاسيوم راح يطلع بريه الخلايا. فهيهم كاتبين لنا اياها، انتراسيلولار صوديوم راح يفوت، في الغالب الصوديوم وين بكون تركيزه؟ برا الخليه. هسه لما يدخل جوات الخليه مين بياخذ معه؟ ووتر. شو بصير عنده بالسيلز؟ سويلينج، تمام؟ سويلينج. هاي من وين اخذت الووتر؟ من الاكسترا سيلولار. انا بهمني دائما بالبيرفيوجن مين؟ الهيموجلوبين وين موجود؟ انتراسيلولار ولا اكسترا سيلولار؟ اكسترا سيلولار. فهذا كلياته بالتالي راح يقلل من البلد فوليوم بالضبط، هي تقل السيركولاتوري فوليوم. هاي اللاكتيت بسبب الان ايروبيك ميتابوليزم، والبيشنت شو قلنا بصير معاه؟ ميتابوليك اسيدوسس. ميتابوليك اسيدوسس شو بيعمل على الهيموجلوبين؟ بقل او بقلل من قدره ارتباطه بالاكسجين. يعني بين قوسين في عنده اكسجين وفي عنده هيموجلوبين، لكن بسبب ميتابوليك اسيدوسس بقول لك لا ترتبطوا مع بعض، بقلل من جاذبيته. غير هيك الأسيدوس شو بيأثر على الهارت؟ بقلل من contractility، وبمنع عمل بعض الكاتكلومينز، فبالتالي بقلل cardiac output. طيب هسا patients قلنا كمان بهذا التراك انه ما في nutrients بتوصل، فبالتالي ما في عنده glucose بيوصل للأورغانز. راح الليفر يبلش يحاول يعمل كومبنسيشن، راح يطلع الجلوكوز من وين؟ من الجلايكوجين، فبرتفع مستوى الجلوكوز. طبعا بهاي الحالات بكون في عندنا ستريس، والستريس هرمونز بتطلع لنا انسولين، وغير هيك الانسولين مش بس انه بيرتفع الانسولين، لكن هذا الانسولين بكون على الفاضي لانه الستريس ريسبونس بيعمل انسولين ريزيستنس. حسب ما انه في عندك سيرم جلوكوز عالي بده يطلع انسولين. هسه في عندنا شغلتين، انسولين عالي، انسولين ريزيستنس. يعني انسولين هو قلت واحد من ناحيه الفائده، لكن شو مشكله الانسولين؟ بقلل من السيلولر فيكس، او شو بسموها، انه يصلح الخلايا. شو راح عن المصطلح؟ راح عن بالي ريبير. بقلل الريبير، هاي مشكله الانسولين. وبنفس الوقت انا في عندي جلوكوز عالي،
البيشنتس هي كمان بزيد عنده كاتكلومايز بسبب السمباثيتك سيستم كورتيزون والجروث هرمون هاي كلياتها بسبب مين الستريس بسبب سمباثيتك نيرفس سيستم ستيميوليشن هذا بيؤدي الى لايبوليسيس ايش يعني لايبوليسيس تحلل الفاتس عشان احاول اطلع شويه انرجي في عندنا مصطلحين جلوكونيوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس ايش هما جلوكونيوجينيسيس اني اطلع جلوكوز من نون كربوهيدرات برودكت يعني زي الفات احلل الفات عشان اطلع منها جلوكوز بنسميها جلوكونيوجينيسيس جلايكوجينوليسيس ليسيس معناها تحليل جلايكوجين جلايكوجين لما يتحلل جلايكوجين لايش بتحول الجلوكوز فهذول الثلاث عمليات كلها راح ترفع مين من مستوى الجلوكوز في الدم عشان هيك قلنا راح يرتفع نفس الوقت الليفر راح يصير فيه مشكله فيلير فبالتالي راح يقلل من الالبيومين لانه البروتين هو اللي بيعمله كمان بياثر على الكلوتينج فاكتورز اللي بتنعمل في الليفر طيب هذول مش كثير مهمات عندنا سيرومالانين سيلولر إديما حكينا عنها لما تفوت الصوديوم والووتر كلوتينج كاسكيدز ليش بتصير بسبب الاس اي ار اس اللي هي سيستميك انفلاماتوري ريسبونس وكمان الهيباتيك فيلير اذا صارت وهاي انفلاماتوري ريسبونس وهاي كلياتها شو بتعمل بالجسم بحاله لا احنا عارفين نسيطر عليه ولا هو عارف يعالج حاله فبالتالي بتكون لايف ثريتنينج سيتويشن وين هي انا واحده ما سيرم جلوكوز اصلا جنب وين مش مطلوبة منكم خلاص مسامحكم فيها شو هي بالضبط والله من فاهمة انا عارف شو هي البايروفيت بتلاقي نوع من انواع الاسيد stages of shock الشوك لها ستيج حسب طبعا وصعب من بعض المرات انك تعرف شو هي الستيج اللي بيكون فيها البيشنس لكن هذا كلياته بدل انه شو هي الريسبونس وقديش صار عندنا كومبنسيشن قلنا راح يصير في عندنا كومبنساتوري ميكانيزم الهدف منها ايش اني ازيد البيرفيوجن اوفر بيرفيوجن لمين للفيتال اورجانز عن طريق اني ارفع الكاردك اوتبوت وبالتالي اني زي ما حكينا نرفع التيشو بيرفيوجن كيف بيعملوا هذا انه انا بدي ازيح او بدي اخذ كل بلد من الاذر اورجانز واوديهم لمين للفيتال اورجانز خصوصا هارت لانجز and brains حتى الكدني والليفر بنشال عنهم البلد مع انهم من الفيتال اورجانز لكن اهم ايش بهيك سيتويشنز الثلاثه الهارت واللنج والبرين راح نحكي كمان شويه عن التايبس اوف شوك شايفين كومبنساتوري ميكانيزم هذولا اليه التعويض اللي بتصير كلها مفيده بكل انواع الشوك ما عدا وين بالكاردوجينيك شوك اذا بتصير بتعمل كارثه طيب الكي كومبنساتوري ميكانيزمز كيف عن طريق ايش بتصير عندنا الكومبنساتوري عن طريق البارو ريسبتورز ايش هم البارو ريسبتورز بارو شو يعني بارو بارو تروما اختار ادل تو اسف بسألكم بارو معناها بريشر ريسبتورز مستقبلات لاي تغيرات ضد بريشر هاي موجوده في الاورطه والكاروتيد ارتري كاروتيد بايفركيشن يعني اذا صار في ارتفاع صار في عند البيشنس مثلا ليش الواحد مثلا لما يكون نايم ويوقف بصير معه اورثوستاتيك هايبوتنشن ليش برجع يصحصح مباشره بسبب مين بارو ريسبتورز طوالي بتحس بتقول للبرين صار في عندي دروب بالبلود بريشر اعمل فيزو كونستريكشن ارفع البلود بريشر هاي هم البارو ريسبتورز بيكونوا حساسات للتغيرات وين في ضغط الدم يا بتعمل فازو دايليشن بتقول له البرين خلينا نعمل فازو دايليشن يا بنقول له اعمل له فازو كونستريكشن كمان من الكومبنساتوري ميكانيزم عندنا سمباثيتك نيرفس سيستم فلويد شيفتس اند اندوكرين سيستم راح نجيهم بالتفصيل لكن قبل ما نبلش فيهم خلينا نعرف الستيجز
أول إشي compensated non progressive stage. وهاي طبعا إحنا زي ما حكينا الـ stages أهميتها أعرف هل في أمل إنه الـ patient سيعيش ولا لا، وإنه لازم كمان هنا كمان عنا التايم أو every minute counts، فإحنا ضروري جدا ننتبه على الوقت ولازم يعني نشتغل بسرعة. أول مرحلة اللي هي compensated non progressive. شو يعني non progressive؟ إنه التقدم تاعها بيكون بطيء، لأنه في عندي compensation والcompensation بيكون effective. فالvarious receptors خصوصا power receptors بتعرف إنه صار في عندي drop بالsystemic pressure، وبالتالي راح يبلش عندنا physiological changes. نحاول نعمل hemostatic balance. شو يعني hemostatic balance؟ إني أرجع الhemodynamics للnormal عن طريق sympathetic nervous system، أزيد الإند أورجان بيرفيوجن، هاي معناها بين قوسين أزيد البيرفيوجن الواصل للأورجان. لكن إذا استمرت راح يتحول عندنا الميتابوليزم من أيروبيك لإيش؟ لأن أيروبيك ميتابوليزم، وبلش يتكون عندنا اللاكتيك أسيد. هاي في أول ستيج تأخرنا على البيشنتس، ما عرفناش شو الكوز، ما عرفنا نعالج. ننتقل لستيج 2 اللي هي أنكومبنسيتد بروجريسيف، تبلش تتطور حالة المريض أو تدهور للأسوأ بشكل سريع. فالكمبنساتوري ميكانيزم شو بتبلش؟ تتعب، بتبطل تلحق. قلنا الميكانيزم في البداية بتكون كويسة helpful، لكن هسا مع أنه صار في عندي كثير injury بالسيلز بتصير الموضوع أسوأ وأسوأ، وصير عند البيشنس organ death. وبهاي المرحلة شو بصير في عنا؟ severe lactic acidosis، inflammatory response بتبلش تشتغل. في الريفراكتوري ستيج اللي هي لاست ستيج شو بصير في عندي؟ خلاص صار في عندي مالتي سيستم اورجان فيلير ديث، البيشنتس ما في عنده اي تريتمنت ممكن ترجع الشوك بروسيس، وبالتالي احنا مش عارفين شو الكوز اوف ذا شوك، لانه صار في عندي اكثر من اورجان صار في فيلير، مش عارف هل المشكله من الهارت، من الكدني، انه بكتيريا، انافيلاكتيك، مش عارفين شو السبب. والبروجريشن تاعت الشوك بتعتمد على مين؟ على البيشنت نفسه، الايج، عنده ديابيتس ميليتس، الجندر بعض المرات، قديش تاخرنا عليه في التريتمنت، فهي كلها بتعتمد على او بتعتمد الستيجز تعتمد عليها. مطالبين فيها؟ هسه لا، متى راح تطالبوا نطلبها منكم؟ الكريتيكال. كومبنساتوري ميكانيزم بالشوك باختصار سي ان اس اكتيفيشن. ايش هم؟ على ايش؟ تعالي هون والله ما نسامع. خطوة صغير؟ لانك قاعد اخر الدنيا. لا حتى عنا بالمقبولة. عادي افتحي على اللابتوب وكبريهم. لا ما نتربطيهاش هيك. سيستميك نيرفس سيستم يا جماعة. ليش بصير له اكتيفيشن؟ لأن الباور ريسبتورز بتقول لك أنا ما فيش عندي بلود بريشر، تمام؟ قربنا نكحش بنات، اليوم كحشت شباب، بالأدلت أصدق كحش بنات. اللي بده ثاني مرة، اللي بده يشارك أو يحكي أي شيء، إذا كان قاعد أي شيء آخر شيء لا يشاركش، لا يحكيش. شو اللي بدك اياه من ابوك انت؟ شو اللي بدك اياه؟ هذا مش موجود عندك؟ انت مش عارفه تطبعي. موجود. المهم يا جماعه نرجع، الله يلعن حريشكم، والله بتخلي الواحد يطلع من جو المحاضره. بدي اقول لكم قراءه ذاتيه وريح راسي. سيستم احسن؟ والله قسما بالله بوقف. اسمعوا علي والله بتريحوني. بان على الساعه 3 وانا بحضر فيها هاي. المهم باور ريسبتورز قالت انه في عندي دروب بالبلود بريشر، مين بتعمل اكتيفيشن لمين؟ سمباثيتك نيرفس سيستم. سمباثيتك نيرفس سيستم بتبلش زي ما قلنا بتصير لها ستيميليشن، بتطلع مين؟ كاتكولامينز زي النور ابينفرين. نور ابينفرين شو شغله؟ فيز كونستريكشن، كمان بيزيد الكونتراكتيليتي والهارت ريت. فهذا شو زي ما حكينا راح يعمل arteriolar and venous vasoconstriction. لما يصير في عندي vasoconstriction بده يزيد مين؟ the preload على الهارت او venous return، وازيد انا ايش كمان؟
يزيد شو حكيته بده يزيد الورك لود على الهارت. عشان هيك احنا قلنا بالكارديوجينيك شوك انا ما بديش الميكانيزم هاي. بس هسه حاليا بالاذر تايبس اوف شوك هاي الشغله مفيده. انا بزيد البلد بريشر فبزيد البيرفيوجن واصل للاورجانز. وقلنا الابينفرين والنورابينفرين شو بيشتغلوا كمان على الهارت، بزيدوا كونتراكتيليتي وبزيدوا الهارت ريت. فبالتالي هذا راح يزيد عندنا في النهايه الكاردك اوتبوت ويزيد البلد بريشر. الاندوكرين لما يصير لما يقل عندنا الارتيريال بلد بريشر البيتيتري جلاند شو بتطلع؟ انتي ديوريتيك هرمون. انتي ديوريتيك هرمون شو بيعمل؟ بيعمل فلويد اسمه انتي ديوريتيك هرمون فلويد ريتينشن مع الصوديوم طبعا، هو شغله اكثر على الووتر. فهذا لما انت ترجع الووتر ما تخليش الكدني تطلع ووتر شو راح يرفع؟ انترافاسكولار فوليوم. فبالتالي برجع بزيد البلد ريتيرن وبزيد الكاردك اوتبوت في النهايه وبزيد البيرفيوجن. كمان عندنا عن طريق البروسيس اللي هي او رينين انجيوتنسين اكتيفيشن. رينين من وين بيطلع؟ من الكيدنيز، من الكورتكس تاع الكيدني. ليش بيطلع؟ اذا قل البيرفيوجن للكيدنيز. ماشي، لما يقل البيرفيوجن للكيدنيز بيطلع الرنين. رنين بحفز ايش يطلع عند البيشنتس؟ الانجيوتنسين 1. انجيوتنسين 1 بتحول لايش؟ انجيوتنسين 2. وين بتحول هذا؟ في اللنج بالضبط. وهذا اسم الانزيم انجيوتنسين كونفرتينج انزيم. شو شغل الانجيوتنسين 2؟ بيعمل فيزو كونستريكشن. دائما لما تسمع فيز كونستريكشن شو بصير بالبلاد بريشر؟ بيرتفع. عشان هيك واحد من اهم الادويه لمعالجه الضغط الدم ايش هو؟ اي سي اي انهبيتورز اللي بتمنع تحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. نرجع هسه الانجيوتنسين 2 عمل فيز كونستريكشن كمان شو بحفز؟ انه يطلع الالدوستيرون. الالدوستيرون شو بيشتغل؟ بعمل ري ابسوربشن للصوديوم. عمل ري ابسوربشن للصوديوم شو يلحقه؟ الووتر. فراح يزيد عند البيشنتس الانترافاسكولار فوليوم، زاد البريلود، فبالتالي راح يزيد عند البيشنتس الكاردك اوتبوت ويزيد البيرفيوجن. بيرفيوجن اكتبوها من عندكم. سيستميك فاسكولار ريزيستنس، هذا ايش؟ عن طريق فيز كونستريكشن بتزيد. شايفين هاي كلها البروسيس في النهايه قاعد بتزيد البيرفيوجن، تمام؟ ما عنده في الكارديوجينيك شوك بتغلب الهارت. ولما نيجي للكارديوجينيك شوك بنعرف شو هي او ليش ما بدناش الكومبنساتوري ميكانيزم. ممكن هسه من علامات الشوك شو بصير؟ اطلعوا على كل الاشياء شو قاعد نعمل احنا شو اللي قاعد بيصير بالكيدني؟ بتزيد الري ابسوربشن للووتر والصوديوم، فبالتالي راح يقل اليورين اوتبوت. فاليورين اوتبوت بكل الحالات راح يقل اليورين اوتبوت، وكمان بيزيد سبيسيفيك جرافيتي. سبيسيفيك جرافيتي اللي هي كونسنتريشن تاع اليورين، تلاقي يعني يلو كثير. ممكن البيشنتس طبعا يصير، احنا بنقول مالتي سيستم اورجان فيلير، ومن ضمنها الكيدنيز طبعا اذا تاخرنا في العلاج. هذا مثال على كومبنساتوري ميكانيزم. وين؟ في الهايبوفوليميك شوك. شو يعني هايبوفوليميك؟ قل الفوليوم. وين؟ في الانترافاسكولار. فمثلا هون كاتبين لك اكيوت بليدنج او اذر كونديشن قلت كميه الدم الموجود بالانترافاسكولار، فبدها تبلش تشتغل عندنا الكومبنساتوري ميكانيزمز. في عندنا ميكانيزم عشان احافظ على الكارديوفاسكولار فانكشننج، هون بصير في عندنا فيز كونستريكشن بسبب السمباثيتك سيستم، بسبب الباور ريسبتورز. والسمباثيتك نيرفس سيستم شو بيعمل بالهارت؟ بيزيد الهارت ريت ويزيد الكونتراكتيليتي. شو تعريف الكاردك اوتبوت؟ فانا الكونتراكتيليتي راح تزيد الستروك فوليوم والهارت ريت قاعد بيرتفع. هذول الاثنتين لما يرتفعوا شو راح يرتفع عند البيشنتس؟ كاردك اوتبوت. فاول شيء انا زدت الكاردك اوتبوت، شو راح يزيد عند البيشنتس؟
perfusion الواصل للأورجانز. كمان عن طريق الاندوكرين في عندنا الهايبوثالاموس بصير في عند البيشنت ستيميليشن اوف ثيرست، فالواحد بصير يشرب مي بيزيد كميات الفلويد، وكمان بيطلع الانتيديوريتيك هرمون فهذا بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن وديكريز يورين اوتبوت وبيزيد مين الفوليوم او الانترافاسكولار فوليوم. جي اف ار بتقل، بس الانترافاسكولار فوليوم لما يرتفع هذا شو بيزيد؟ بريلود. واذا زاد البريلود مين راح يزيد؟ ستروك فوليوم. اذا زادت ستروك فوليوم شو راح يزيد؟ كارديك اوتبوت، وبالتالي راح يزيد البيرفيوجن. نفس الموضوع عن طريق الرنين انجيوتنسين ميكانيزم، هذا كلياته راح يؤدي الى فيزو كونستريكشن، كمان ري ابسوربشن للووتر، وبالتالي البيشنت شو بصير فيه؟ ترتفع عنده الكارديك اوتبوت في النهايه. بالليفر هنا ممكن البيشنت يصير يطلع الجلوكوز من الجلايكوجين، وكمان بيعمل constriction of vein من أكثر الأورغانز، أو هو أكثر أورغان بيوصلوا دم أو بيستخدم دم مين؟ هو الليفر. فأنا لما أفرغه من الدم هذا الدم وين راح يروح؟ على circulation، أرفع البلد بريشر وأرفع الكارديك أوتبوت. تمام لحتى الآن؟ باروسيبتورز مرة ثانية هم مجموعة من neural tissues، وين موجودة؟ في الأورتيك arch والبايفوركيشن اوف ذا كومن كاروتيد ارتري. ايش هو البايفوركيشن؟ اول ما يطلع الكاروتيد ارتري من الاورطه بيكون مين واحد، بعدين بده ينقسم لقسمين انترنال واكسترنال. هذا لما يجي ينقسم احنا شو بنسميه؟ بايفوركيشن. فهنا موجوده هاي الباور ريسبتورز. شكرا. شو قلنا وظيفتها؟ لاي تشينجز بالفاسكولار تون او بالبريشر. شو يعني فاسكولار تون؟ اذا صار مع البيشنت فيزو كونستريكشن او دايليشن، هاي احنا نقصد فيها بالفاسكولار تون، هل هي شاد كثير ولا صار فيها ريلاكسيشن، او اذا صار مع البيشنت ايش قل البريشر عن طريق مثلا هايبوفوليميا او عن طريق الدايليشن، طبعا زياده او نقصان بالجهتين. في الشوك دائما شو بصير بالبلد بريشر؟ بقل دائما بالشوك بقل، وهذا هو السبب انه بقل البيرفيوجن لانه ما فيش بلد بريشر. فلما يقل البلد بريشر شو بصير عندنا بالفيزو موتور؟ الفيزو موتور اللي هي تتحكم بالتون تاعت الفيسلز، فيزو موتور بتقول للباروسيبتورز خلص لا تعملي اي فيزو ديليشن، احنا بدنا نشتغل ونعمل فيزو كونستريكشن عن طريق مين؟ سمباثيتك ستيميليشن. فلما يشتغل السمباثيتك ستيميليشن شو بيطلع؟ ابينفرين نور ابينفرين، ادرينالين او نور ادرينالين، بيطلع دوبامين، فبالتالي شو بصير عند البيشنتس؟ بريفرال فيزو كونستريكشن. تخيل انه انت عندك بربيش مي شديت عليها او سكرت عليه، شو راح تحس؟ بتحس انه زاد الضغط. نفس الشيء الفيزو كونستريكشن، فالفيزو كونستريكشن شو راح يزيد؟ راح يزيد البلد بريشر ويزيد كمان الكاردياك اوتبوت لانه بيزيد كميات الدم الراجع للهارت. غير هيك ديكريزد السمباثيتك نيرفس سيستم عكس ولا مع الفيجل نيرف؟ الفيجل نيرف ايش؟ سمباثيتك ولا باراسمباثيتك؟ باراسمباثيتك. فانا اذا اشتغلت السمباثيتك شو راح يصير بالفيجل نيرف؟ راح يقل شغله، فبالتالي هذا بيعمل فيزو دايليشن بالكورونري ارتريز، لان واحد من اهم اسباب الفيزو سبازم بالكورونري ارتري الستريس، فبالتالي احنا هنا قاعد نزيد الميوكارديال اكسجين سبلاي. سمباثيتك نيرفس سيستم قلنا راح تبلش تشتغل وتطلع عنا الكاتوكلومينز زي الابينفرين والنور ابينفرين، غيرها شو في عندنا غيرها؟ دوبامين. ماشي، هذول اهم ثلاث. هذول كلياتهم بحفزوا مين؟ الالفا والبيتا ريسبتورز. الالفا وشو شغلها؟ على البلد فيسلز شو بتعمل فيها؟ فيز كونستريكشن، فبتزيد البلد بريشر وبتزيد ايش؟ البيرفيوجن تاعت الاورجانز. كمان الالفا ريسبتورز شو بتعمل بالادرينال جلاندز؟
تعمل ستيميليشن عشان تطلع الالدوستيرون, وبالتالي بصير عند البيشنت ريتينشن للكيدنيز, وممكن البيشنت يصير معه تاكيكارديا. البيتا ريسبتورز موجوده في الهارت فبتزيد الكونتراكتيليتي وبزيد عند البيشنت الهارت ريت, فهذا كلياته بزيد الكاردك اوت. هذا اللي حكيناه هون, بزيد الهارت ريت والكونتراكتيليتي. وانت لما تزيد الكونتراكتيليتي شو بصير بالفنتريكل؟ لما تقوي بتفضي منها, فبالتالي الدم اللي بيجي ما بيلاقي مقاومه, فبيحسن الفانكشنينج تاعت الهارت, فبتزيد عنده الكاردك اوتبوت والبلاد بريشر. شيفت اوف انترستيشال فلويدز طبعا لازم تزيد. انا حط ايد على السؤال الثاني, شو يستخدم المقاوم بالسترك فوليوم؟ لا الاول غير تقولي. انت حكيت تيجي بتلاقي بنتك فاضي ما في مقاومه, طب مو سترك فوليوم فيه موجود؟ حدا فاهم؟ صلى على النبي. استنى شوي. انه في بلد يعني في بلد. طيب يعني مش معناها فاضي فاضي ما فيش. قديش الاجكشن فراكشن؟ 55% 65% نورمال. شو يعني اجكشن فراكشن؟ بعد ما يعمل هارت دياستول قديش كمية الدم اللي بيطلعها؟ فالنورمال يظل في الهارت بعد الكونتراكشن, النورمال يظل ما بين 35-45% من كمية الدم لما بعد ما عبى. فطبعا لما احكي مش معناه انه فاضي فاضي 0%, انه نورمال ما فيش عنده مقاومه. هسه واحد عنده دياستوليك هارت فيلير او سيستوليك هارت فيلير, اي هارت فيلير, الليفت فنتريكل ما بنقبض كويس, كلياته معبى دم. لما يجي الدم من الليفت اتريوم اللي هو جايب الدم من البولموناري فين, شو راح يلاقي هون؟ مقاومه, لانه هلك راح يكون تلاقي فيه اول شيء كاردك اوتبوت. طيب هذا البريشر وين راح يرجع؟ على اللنجز. شو راح يصير عند البيشنتس؟ بالمونري اديما. وطبعا هاي اذا كانت اكيوت ما في مع الجسم وقت يعمل كومبنسيشن او ادابتيشن, راح يرد يرجع على الرايت سايد ويعمل له رايت سايد هارت فيلير. فاصلا لما قلت مش بلاقيه فاضي معناته صفر, معناته ما في ريزيستنس عالي, هذا هو المقصود. مستحيل طبعا يكون فاضي هارت. مش عارف اذا جاوبتك على سؤالك. كمان من الكومبنساتوري ميكانيزم انه بصير عند البيشنتس شيفت في الانترستيشال فلويد. هسه كبني ادمين احنا معظم السوائل وين موجوده؟ بالانترا سيلولر جوات الخلايا 75%, و25% وين موجوده؟ اكسترا سيلولر. ثلث الاكسترا سيلولر وين موجوده؟ بالانترافاسكولار عن طريق زي البلازما مثلا, والباقي وين موجود؟ في الانترستيشيال. اخذنا عن الهيدروستاتيك بريشر والانكوتيك بريشر. والله ما معنى انا كان اشرح لكم ولا لا ادلت وشرحناه هون, هسه راح اشرحها برسمه, والنقطتين هذول مشروحات بالرسمه. هسه هذا عندي ارتري, الله خلق لنا two types of pressure. اول pressure اسمه hydrostatic pressure, كمية ضغط السوائل على جدران الارتري, وبالتالي هذا بيساهم في ترشيح السوائل من الانترافاسكولار للانترستيشيال, يعني قاعد بيطلع. عشان هيك حطيت السهم ايش؟ لبرا. هذا مين؟ hydrostatic pressure. ربنا خلق حالة توازن, خلق إشي مقاوم إله أو عكسه اسمه بلازما كولويد بريشر أو أونكوتيك بريشر. هذا من اسمه من بلازما, يعني من البروتين, من وجود البروتين. هذا شو شغله؟ العكس, بجيب من برا لجوا. تمام. هذا مين؟ بلازما أونكوتيك بريشر. هذولا دائما في حالة بالانس. إذا زاد واحد على الثاني راح يتجه السوائل باتجاه القوة اللي بيمارسها هذا البريشر. يعني مثال patients عنده بيرن, شو بصير بالبيرنز؟ شو بيخسروا؟
بلازما بيخسر بروتين تمام. بروتين ايش هذا عبارة عن انكوتك بروشر، راح البروتين شو صار بالانكوتك بروشر قل، مين اللي تغلب هيدروستاتيك، عشان هيك مرضى الحروق شو بتلاقيهم تنفخين سويلينج فيهم. عرفنا هاي شرح ايش النقطتين هذول. هيدروستاتيك بروشر باخذ من كابيلاريز بيطلع على الانترستيشل، والانكوتك بروشر بياخذ من كابيلاريز برجعها للكابيلاريز او للانترافاسكولار، واهمها قلنا البلازما او الالبيومين. فاذا كان واحد عنده صار عنده هيباتيك فيلير وما عنده البيومين، شو بتتوقع يصير في عنده؟ يصير في عنده ايديما. الست جماعه الاكلامسيا شو بصير فيهن؟ ايديما كمان. ليش؟ لانهم بصير في عندهم بروتينيوريا، بصير يطلع البروتين في اليورين، فبصير في شاطر بالماتيرين تتفكروش يعني. بالنسبة للإندوكرين حكينا عنهم، هذا طبعا بحاولوا هم يزيدوا السيركوليتنج فوليوم لما يحسوا انه صار فيها ديكريز. طبعا اذا زادوا الانترافاسكولار فوليوم راح يزيد عند البيشنس ايش الكاردياك اوت. هذا كلياته كومبنسيشن بيكون عن طريق تفاعل ما بين الادريال جلاند كيدنيز بيتوتري جلاند واللنجز. رنين انجيوتنسين الدستيرون ميكانيزم شو سببها؟ انه بصير في عنده اكتيفيشن. اول اشي قلنا رينال هايبوبرفيوجن، لما تقل البرفيوجن للكيدني تشتغل عندنا الرنين. لما سالتكم ليش الرنين بيطلع لما يقل البرفيوجن للكيدني، كمان ميديشن اوف بي ريسبتورز بيتا ريسبتورز باي سمباثيتك نيرفس سيستم، يعني بتعمل فيس كونستريكشن، وهي كلياتها بتخلي الرنين يطلع. الرنين شو بيعمل؟ بيحول الانجيوتنسينوجين، انجيوتنسينوجين قبل الانجيوتنسين، بيحول الانجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 هذا بتحول لانجيوتنسين 2 وين؟ في اللنجز عن طريق قلنا الاي سي اي الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم. هذا الانجيوتنسين 2 شو شغله؟ فيزو كونستريكشن. غير هيك بحفز الجسم يطلع الدستيرون عن طريق الرينال كورتكس. سؤال، ليش مرضى الهارت او الفيلير هارت فيلير او بلد بريشر كثير منهم لما اعطيهم انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتورز بصير معهم ديسنيا؟ واحد من الصان من بقول لك انه انتوليرنت للاي سي اي انهبيتورز، لانه بيشتغل وين؟ في اللنجز، فاللنجز ممكن ما تستحمله ويصير في عنده زي اكوميليشن اوف فلويد ويصير عنده ديسنيا، فهنا ما بيعطيه هذا الدواء. هذا سؤال على الهامش. الدستيرون شو قلنا شغله؟ وين شغله؟ ريابسورشن على وين؟ على الصوديوم، على الصوديوم. الصوديوم بيلحق الووتر. انتي ديوريتك هرمون شغله عمين على الووتر وبيلحق الصوديوم. طيب قلنا الووتر فولز الان اريا ابسوربشن، وبالتالي قاعد بيزيد عندنا الانترافاسكولار فوليوم، وبالتالي راح يزيد البلود ريتين او الفينوس ريتين او البريلود، كلياتها نفس المصطلحات، ويزيد عند البيشنتس الكاردك اوتبوت. اذا زاد الكاردك اوتبوت والجسم بلش يتخلص من حاله الشوك، هنا ممكن يزيد عند البيشنتس اليورين اوتبوت تمام. لكن بهاي المرحله لساتها الاصل اليورين اوتبوت شو يكون فيه؟ ديكريز بسبب الفيزو كونستريكشن والري ابسوربشن للووتر والصوديوم. انت ديوريت كرمون قلنا هذا شغله انه بيعمل ري ابسوربشن لمين؟ الصوديوم، ها للووتر. والله بدي اصير اجيب معي انا شريط ايزورديل اسبرين منى جهاز اكسجين. مين بفرز الانتيديوريتيك هرمون؟ بستيريور بيتيوتري جلاند. وهذا لما ايش؟ عن طريق لما يزيد البلازما اوزمولاريتي. اخذنا الاوزمولاريتي، كلياتنا بنعرف الاوزمولاريتي قديش النورمال؟ 275 ل 305 310 ملي سمول بير ديسل او بير لتر. فإذا زادت ليش بتزيد؟ شو معناها؟ زاد تركيز الدم، قل الفوليوم، قللت الفلويد، هيك معناها. هاي هيك معناها زيادة الأوزمولاريتي، معناته ما فيش
ما فيش فلويد، فزادت الأوسمولاريتي، زاد التركيز للبلازما، فبالتالي طوالي بتحس فيها البيتيوتري جلاند وبتطلع مين الانتي ديوريتيك هرمون، وكمان باستجابه للانجيوتنسين 2. هذا الاي دي اتش شغله اكثر على وين؟ ووتر ري ابسوربشن، وبلحقه الصوديوم، فبالتالي راح يزيد سيركوليتنج فوليوم ويزيد الكاردك اوتبوت. اذا احنا عملنا زياده بالري ابسوربشن الووتر شو راح يصير باليورين اوتبوت؟ راح يصير ديكريز. شو قلنا بالسبيسيفيك جرافيتي؟ شو يعني سبيسيفيك جرافيتي؟ تركيز اليورين، كونسنتريشن تاع اليورين. عرفت حالك؟ ادرين الجلاند ريسبونس، ادرين الجلاند وين موجوده؟ الجسم فوق الكليتين. لما يصير فيها ستيميليشن شو بصير؟ بتطلع ابينفرين اند نور ابينفرين، هذول شغلهم بوزيتيف كرونوتروبيك. نعرف شو يعني كرونوتروبيك وبوزيتيف انوتروبس، بالإضافة شو بيعملوا؟ شو يعني بوزيتيف كرونوتروبيك؟ بزيد الهارت ريت. انوتروبيك بزيد الكونتراكتيليتي، فبالتالي مرة ثانية الكاردك اوت شو المعادلة يساوي؟ هارت ريت كونتراكتيليتي اللي علاقة بالستروك فوليوم. فأنا إذا رفعت هذول الاثنين شو آخر شيء صار بالكاردك اوت بوت؟ راح تزيد. وكمان الفيز كونستريكشن، قلنا النوربينفرين بعمل فيز كونستريكشن، فإذا عملت أنا فيز كونستريكشن شو راح يزيد؟ كمان البريشر وكمية الدم الراجع للهارت. إذا زدت كمية الدم الراجع للهارت شو راح يزيد؟ عن طريق بالضبط عن طريق الستروك فوليوم. الكونتراكتيليتي للهارت يا جماعة تعتمد على البريلود. هسا كمية أو كمصطلح بريلود كما التعريف له كمية البريشر اللي بيمارسها الفلويد على جدران الفنتريكل، وهاي إذا كانت قوة كافية بتخلي الكونتراكتيليتي ردة فعل إلها. يعني كل ما زاد البريلود بتكون الكونتراكتيليتي شو مالها أقوى، فبالتالي شو بزيد الستروك فوليوم وبزيد الكاردك أوتبوت. هاكلاتا الأشياء اللي حكيناها بسبب بتصير بسبب الستريس، وهون الستريس مش معناه التوتر، ماشي التوتر واحد منهن، لكن أي مرض في الجسم، أي شوك، أي نوع من أنواع الشوكس، هاي بتعتبر ستريس سيتويشن، بتطلع إيش؟ ستريس هرمونز. الستريس هرمونز مين من ضمنهم؟ الكورتيزون. الكورتيزون شو شغله؟ شو سايد افكتس تاع الكورتيزون؟ قل المناعة. ما جيتيش الا على اخر بس لا والله الهم مهم مهم. واحد يحكي صوت هوائية اكو ماكو اكو هالقد الاونلاين شاطبكم. شو بعمل بالبلد جلوكوز؟ بزيد. شو بعمل بال اللي بياخذ كورتيزون شو بتلاقي وجهه؟ ليش؟ بزيد الريابسوربشن للسوائل. حابين تطلعوا اطلعوا، والله شكلكم انتم فاهمين شيء. معي. فالكورتيزون يا جماعه بزيد بلاد جلوكوز ليفل وبزيد الريتنشن للووتر والصوديوم. حكيتي انت شو بيعمل؟ بقلل المناعه، وهذا مهم جدا في حالات السبتك شوك. سبتك شوك شو يعني سبتك شوك؟ انه صار في تعفن او سبسس، ففي بكتيريا فايت على البلاد ستريم، يجي الكورتيزون يشتغل شو بصير بالمناعه؟ بتقل. انا بدي المناعه تقوى، فهذا ممكن ياثر. نشفت ريقي على الفاضي. تايبز اوف شوك خلصنا بكفي قراءة ذاتية، الباقي ما عنديش مشكلة. اطلع برا اطلع برا والله اطلع برا. لا لا اطلع برا اطلع برا. اعطونا تايبز اوف شوك. هايبوفوليميك، سيبتك، انافيلاكتيك،
كارديوجينيك نيوروجينيك حكيناها نيوروجينيك. هسا في انواع كثيره للشوك وكلاسيفيكيشن كثيره للشوك، في منها حسب الكوز وفي منها حسب الميكانيزم. هون حطيناها حسب الميكانيزم. ففي عنا الهايبوفوليميك شوك اول نوع، هذا اول نوع. شو يعني هايبوفوليميك؟ شو بصير؟ decrease بالانترافاسكولار فوليوم، loss of distribution of blood plasma or other blood fluids، فبالتالي كلياته هذا راح يقلل intravascular volume. one صلحوها بالله، مش هي the most common، هي one of the most common types of shock بنشوفها في الطوارئ. اذا قلل intravascular volume شو راح يقل؟ the preload، وبالتالي راح يقل عند patients cardiac output ويقل perfusion للأورغانز. من أهم أسبابها سيبسس، traumatic injuries، posterior nasal bleeding، intra-abdominal hemorrhage، significant vaginal bleeding، GI bleeding، excessive vomiting and diarrhea. سيبسس، سيبسس شو بتعمل؟ بتزيد أول شيء راح يصير عند patients systemic inflammatory response syndrome، هاي راح تزيد permeability تاعت الفيسلز، وبالتالي راح يصير عند البيشنتس انترستيشيال إديما، فبالتالي قل الانترافاسكولار فلويد. فواحد من أهم أسبابها كمان السبسس، مع أنه في عندنا سيبتك شوك لكن كمان السبسس من أسباب الهايبوفوليميك شوك. مش مطالبين فيها عشان أريحكم أشرحها. طيب النوع الثاني كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك معناته سبب من وين؟ الهارت. طيب شو دخل الهارت او شو اللي بصير بالهارت؟ ما في عندي ما فيش عنده بامبينج، ما فيش عنده كاردياك اوتبوت. شو اهم اسبابها؟ ام اي، تاكي اريثمياز، حطينا كوزز. هيا خلينا بالله نيجي على الكوزز. كوزز ام اي، اذا بصير في عندي دمج بالليفت فنتركل بنسبه أكبر من 40%، أو البيشنت صار معاه مايوكارديال كونتيوجن. شو يعني كونتيوجن؟ ضربة على الهارت زي حادث سير مثلا. فالفولار هارت ديزيز، إيش عن فالفولار هارت ديزيز؟ زي مثلا واحد عنده أورتيك ستينوسيس أو ميترال ريجيرجيتيشن، فهذا كلياته راح significantly decrease cardiac output. cardiomyopathies، ايش عن cardiomyopathies؟ امراض اللي بتصيب عضة القلب ان كانت hypertrophy او cardiomegaly. ruptured papillary muscle، ايش هم papillary muscle؟ هذول عبارة عن الشعيرات اللي بتكون ماسك الفالف عشان يفتح ويسكر. في حالات الـ MI ممكن يصير فيهم rupture، فبالتالي شو صار بالفالف؟ بطل يشتغل صح. ruptured ventricular septum كمان من انواع او من اسباب او من complications تاعت الـ MI، ممكن يصير فيه rupture. dysrhythmias مثل third degree heart block، اخذتوه بالادلت ولا لا؟ الهارت بلوك هاي السنه ما شرحناهاش، عدوركم؟ لا ما اخذناهاش. طيب VFib، VTAC، ها كمان من اهم الاسباب اللي ممكن تعمل عند البيشنتس كارديوجينيك شوك. اهم شيء انه الهارت مش عامل كونتراكشن صح، تمام؟ واهمها اهم سبب ايش؟ ام اي. طب ما هو كلياته بيؤدي لهارت فيلير. هسه الكارديوجينيك شوك هي ادفانسد ستيج اوف هارت فيلير، تمام؟ هارت فيلير نوعين احنا اللي اخذتوه درستوه، لكرونيك هارت فيلير، في عندنا اكيوت هارت فيلير. اكيوت هارت فيلير اذا ما عالجته بسرعه تحول لكارديوجينيك شوك. الميوكارديال كونتراكتيليتي بيش تتاثر؟ بالهايبوكسيميا. شو قلنا كمان مين بياثر عليها؟ اسيدوسيس. عشان هيك بحالات السي بي ار اذا كان بيشنتس عنده اسيدوسيس، وهو بيكون عنده اسيدوسيس، ممكن نستخدم البايكربونات اللي هي بتعادل الاسيدوسيس، وكمان السي ان اس ستيميليشن. هسه واحد عنده ام اي مش واصله اكسجين، صح ولا لا؟ الهارت. وتطورت الامور لكاردوجينيك شوك.
اشتغل عنده السمباثيتك نيرفس سيستم ككومبنساتوري ميكانيزم. شو راح يعمل السمباثيتك نيرفس سيستم؟ راح يزيد الهارت ريت كونتراكتيليتي، هذا بالتالي شو راح يزيد حاجه القلب لايش؟ للاكسجين، هو اصلا محروم من الاكسجين. هاي اول مشكله في الكومبنساتوري ميكانيزم. ثاني مشكله لما يشتغل عندنا الانتيديوريتيك هرمون والرينين انجيوتنسين ميكانيزم، بده يزيد الفينوس ريتير للبريلود، فبالتالي بده يزيد الشغل على الهارت، فبده يزيد الكونتراكتيليتي، وبالتالي يزيد الاوتو ديماند. هل هذا احنا بدنا اياه؟ يعني زي ما حكيت باول محاضره، كل الكومبنسيشن ميكانيزم مفيده ما عدا في الكارديوجينيك شوك، ما بديش اياها، بتخرب بدل ما تصلح. فهذا كلياته زي ما قلنا راح يزيد الهارت وورك تو كومبنسيت، يزيد الديماند، وبالتالي شو بصير عند البيشنتس؟ الاسكيميا راح تزيد، واخر شيء بصير ديكريز بالكاردك اوتبوت. احسن علاج لها شيء اسمه انترا اورتيك بالون بامب. حدا تعامل معه؟ انتوا اخذتوا عمل يادات ولا لا؟ معناته ما شفتوش. هذا ممكن تشوفوه في المستشفيات كويسه في المدينه، يعني شرحنا للطلاب عنه. خذوا لكم بريك ولا خلص بكفي اليوم؟ كم سلايد لنا؟ خلص بكفي. الله يعطيكم العافيه.